بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في سلسلة الدروس المتقدمة للريفت. اليوم إن شاء الله هيكون الفيديو 13. متأسفين لو تأخرنا على حضراتكم، كل عام وأنتم بخير، ربنا يحميكم من الوباء. اليوم إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه في الجزء الخاص من الموديل إمبليس. شرحنا الإكستروجن وطبقنا عليه، شرحنا البلند، وشغالين على ورشة بنطبق الكلام ده. خلونا نبدأ. هنتوجه إلى البرنامج. البرنامج أنا فاتحه وزي ما قلت لحضراتكم بدخله من هنا. الفاميلي اللي قدامكم دولت هكلمكم عنهم كتير جدا، هيجي دورهم، لكن خلونا ننهي الأمر الخاص بالموديل إمبليس الثالث والرابع اللي هو السويب، التمشيط أو التمشية، وال الأمر الثاني اللي هو الريفولف، التدوير. هضغط هنا هيجيب لي شكل الورشة اللي بنشرح عليها وبنطبق. المطبخ كأنه فقير جدا، مفهوش أي حاجة زيادة. علشان نخلي الأوفيس بتاعنا مميز شوية والشط بتاعه يكون جميل، محتاج أعمل شوية تعديلات في الأسقف، من حيث الأسقف تعديل في السيلينج مثلا، وأضيف الإنارة، محتاج احط هنا صورة كويسة، محتاج احط مثلا ترابيزة خدمة، ممكن اضيف جزيرة علشان الفطار والعشاء، حاجات كتير محتاج اعملها. وافرش الفرش الناقص، احط شوية ديتيلز صغيرة، شوية تفاصيل بتدي جمال، مثلا زرع صغير، اطباق، كوبايات، حاجات من دي كتير. لكن خلونا نخلص اخر امرين هما السويب والريفولف في الموديل امبليس. محتاجين نعمل كورنيشة على المراية دي، على الوش ده، شايفين العرض او السقوط الصغير ده. لو عملت كورنيشة هيبقى شكلها حلو وخليتها تكمل كده وتنتهي هنا، ممكن تبقى العلاقة تبقى جميلة. خلونا نروح السري دي علشان نقدر نظبط شغلنا. طيب انا كده مش شايف من السقف الخرساني، اعمل عليه سيلكت، اروح على اللمبة دي هايد ان فيو، اقول له اخفيلي العنصر ده فقط، ضغطت عليها ظهر لي السقف الخفيف اللي انا كنت عامله ملاصق ليه، وانا قلت لكم ده فايدته علشان الانارة. خلينا دلوقتي نخفيه برضو، عملت سيلكت عليه، اخش هنا هايد كده. الجبسون بورد بتاعي السقوط دوت انا عملته بالمقدار ده، وعملت السقوط ده بالمقدار ده عشان يمشي مع الوحدة. محتاج اعمل كورنيشة هنا، اخلي اول حاجة عاوزها انها تبقى هيدن لاين عشان تريح عينك في الشغل، ومحتاج اروح اركتكشر تاب كومبوننت، اقول له موديل ان بليس، بيفتح لي الفاميلي او الكاتيجوريز بارامترز، هقول له ان هي جينيريك موديل، اوكي، فبيقول لي اسمها، هقول له اوكي، وخلالي الرسمه بتاعتي خفيفه عشان اقدر اشتغل. طيب محتاج اجي هنا اقول له كرييت تاب، حول لي الريبون كاني هنشئ فاميلي، اختار امر السويب، السويب اهو عشان نطبق بيه. لو جينا نفهم السويب، هو محتاج مسار خط، يعني خط عمل، واحط عليه القطاع او البروفايل زي ما بيفهموا الريفت، فهينتج لي السويب. لما بختار الامر سيلكت سويب، فبيقول لي هنا، فتح لي هنا في الكونتكست السياق عشان انفذ الامر. في عندك طريقتين، اما انك تعمله عن طريق سكتش، فلازم تبقى عارف انت واقف فين وتحدد له الست، احنا وضحنا الست قبل كده والشو ايه علاقتهم ببعض. خلينا نشوف الريفت الديفولت بتاعه لما اخترنا الامر بتاع السويب واقف ازاي. لو قلت له شو، بيقول لي ان المديولة بتاعتك على الارض اهو، يعني معنى كده انه هيشتغل على الارض. لا، انا هقفلها واختار امر جميل نازل في امر السويب. لما باجي انفذه اسمه البيك باث. البيك باث ده من الايقونة بتاعته بيقول لك ان هو لما تبك على ايدج على اي شيء مجسم هيبدا يعمل لك الباث، فدي اسهل طريقه من السكتش في حاله زي اللي احنا فيها دي. انا مثلا هختار البيك باث، فهو هنا واقف، لما اروح على اي ايدج بيبدا ايه يعمل لي هايلايت اهو. انا محتاج اقول ان الباث بتاعي هنا اهو، فاداني شكل القطاع او البروفايل اللي هرسمه بعد كده. انا دلوقتي برسم الباث، خليه فاميك شوية. انا عايزة تبدأ من هنا الكورنيشة وتلف كده،
كملته، لازم تقفل الجزئية دي، انتبه ليها. وبكده أكون رسمت الباث بتاع الكورنيشة بتاعتي، أو التمشية، هتمشي كده الكورنيشة سواء بمادة الفيوتك أو إنك هتعملها عن طريق مقاول المحارة، هيعملها لك مصيص بالجبس. أنا كده عملت الباث الخاص بالكورنيشة، خلصت خلاص، مش عاوز أضيف حاجة تاني. هقول له فينيش، خلصت الباث بتاعي أهو، الباث صحيح، مفيش أي مشاكل، ما ادانيش أي رسالة تحذير أو تنبيه. محتاج أحط البروفايل، أقول له هنا هلاقي يظهر لي حاجة اسمها سيلكت بروفايل، أختارها، فتح لي جنبها حاجات. لو عندك بروفايلات زي ما قلت تقدر تحملها أو تحملها من مكتبة الريفت، لكن أنا هقول إيديت بروفايل، وهاجي أرسم البروفايل بتاعي بتاع شكل الكورنيش. طيب محتاج أرسمها من هنا، مش هعرف، محتاج أبص عليها من الأمام زي ما قلت لحضراتكم، محتاج تبقى واقف فين وعاوز تعمل إيه، هقف كأني قدامها كده، يعني محتاج الفرونت ده أعدله كده وأقرب، هلاقي علامة الزائد دي اللي هقدر أرسم عليها القطاع بتاع الكورنيش. طيب هختار أمر اللاين من الكونتكست ريبون، السياق للأمر، أختار الخط، أجي من هنا، أدي السقوط مثلا كده، دي البلاطة أهي ساقطة، البلاطة اللي عملتها بالجبسون بورد، السقوط ده خدت ارتفاع كده بطولها، ممكن أخرج وممكن أخد كده مثلا 15 سنتي. أنت وتفنينك ان انت مثلا عاوز ترسم كورنيشة زي ما يعجبك، بوينت 15 بوينت 15، انا بستخدم المقاسات المؤقتة عشان تساعدني. احتاج اعمل تشكيل في الكورنيشة بتاعتي، اختار الخط مثلا، انزل كده، انزل كده، كده، كده مثلا، انا برسم بدون اي مقاسات، انت حضرتك لك حرية الاختيار انك تعمل اللي انت عاوزه. وبعد كده اخترت الارك مثلا كده، كده مثلا، وبعد كده مثلا كده، وبعد كده مثلا كده، 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 وقفلت. ايه اللي انا عملته ده؟ لو جينا نلف كده المنظور، بصوا كده، انا اول حاجة رسمت مسار على الايدج اللي فوق ده، اللي هو الخط ده مع الخط ده، وبعد كده قلت له اوكي فينيش الاولانية، بعد كده نقلني ان انا اعمل البروفايل، فعملت الشكل ده. تمام، انت طبعا لازم ترسمها بمقاسات، او يا اما تبقى معاك كتالوج في الموديلات بتاع الفيوتك فتعرف اشكالها ومقاساتها وارسمها. فانا مثلا عملت البروفايل دوت اللي هو هيمشي على المسار ده عشان يحقق لي الكورنيش. طيب محتاج اديله ماتيريال، محتاج وانا هنا اهو قبل ما اعمل فينيش، فينيش للبروفايل، اقول له الكاتيجوري بتاعي في البروبرتس ايه، محتاج اقول له انها بلاستيك مثلا، ماده البلاستيك، اوكي، بلاستيك زي السقف يعني وزي الحاجات دي. حطيت الماتيريال، اقول له فينيش، كده بيعمل لي فينيش للبروفايل، مفيش اي مشاكل. رجعني تاني للجزئية اللي رسمت منها الباث، اصبح عندي كده باث اهو، ده باث اهو، اقدر اعدل فيه زي ما يعجبني تاني، او اعمل سيلكت بروفايل، اعدل البروفايل براحتي، لكن انا خلاص اكتفيت، عدلت اللي انا عايزه، اقول له فينيش، بتبدأ تنشئ لي الكورنيشة بتاعتي. مش بس كده، في فينش تاني، لو انت حابب تعمل اي تعديل في الكورنيشة دي مفيش اي مشاكل فيها، عشان كده في فينش تاني، ترجع كرييت وتعمل اللي انت عاوزه، تفرغ فيها، تزود حاجة، تعمل اللي انت عاوزه، تعمل كورنيشة فيها مربعات من الامام، كورنيشة كده شكلها حلو، هتعجبكم لما هوضح لكم ازاي تعملوها. خلصت كده، انا مش عايز اعمل حاجة، فينش، وكده ابقى خلصت الكورنيشة بتاعتي، القطاع بتاعها اهو والتمشية بتاعتها. وده أفضل تطبيق لأمر سويب في الموديل إمبليس. محتاج أعمل الأمر التاني علشان ما نضيعش وقت محاضرتنا، حابب أعمل تدوير، لكن قبل ما نعمله لازم تبقى فاهم أنت هتعمله فين. محتاج أروح الكومبوننت وأقول له موديل إمبليس، وأقول له مثلا كيس وورك مثلا، أنا قلت المسميات دي مش هتفرق إلا بالعناصر اللي هتضيفها عليها. على سبيل المثال قلت لو حابب تعمل حاجة مثلا زي السيلينج عشان بعد كده تضيف عليها إنارة، اختار سيلينج، لكن الشيء اللي أنا هعمله هعرفكم بس الأمر، كيس وورك، أوكي، كيس وورك المسمى بتاعها. أرجع هنا بيقول لي أنت حابب تعمل إيه، هقول له أنا حابب أعمل أمر ريفيل أو التدوير أو الخراطة عبارة عن أكس وشكل بيلف حواليها، هختار الأمر. محتاج أقول له هنا بيقول لي في السياق بتاعه، بيقول لي الباوندري لاين، يعني الشكل اللي هتقدر تعمل بيه باوندري،
والاكسس لاين. لو جينا نشوف ان احنا الاكس ده هيتعمل فين، بيظهر لي الورك بلان. بقيتوا طبعا فاهمين يعني ايه الورك بلان. حابب اشوف هو هيرسم فين، فلو فتحت شو دي فكده معنى ان هيعمل الكلام ده على الارض. تمام، محتاج اخش سيت واقول له انا عاوز اعمل الكلام ده بيك ا بلان. انا اللي هحدد البيك، يعني لما بيك على بلان انا اللي هحدده. اقول له اوكي واقول له الوش ده اهو، جيت عند وش الحائط ده اهو، نور لي كده بالازرق، اداني هايلايت، دوست، نقل لي المديولة وبيأكد لي ان انا هرسم على الوش ده. تمام كده. طيب ممكن تقفل ده عشان يخليك تشوف، وممكن تخليها من هنا هيد اللاين وتيجي ترسم الاكس بتاع حضرتك. هنا هيرسم الباوندري، لا انا عاوز يرسم الاكس. اخترت الاكس فبيقول لي في طريقتين، اما بالبيك لو عاوز تبك على حاجة او ترسمه بالطريقة العادية. لما برسم خط كده اهو بيأكد لي، حتى بيبقى لونه ايه، ازرق كده. ده الاكس، ده الاكس اللي هو هيلف حواليه الشيء اللي انا عايز اعمله. تمام، انا كده رسمت ده. محتاج اقول له ارسم لي بقى الباوندري لاين، وفتح لي الادوات بتاعتي ارسم اللي يعجبني، مثلا كده، مثلا كده 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 كده. ولازم اقفل الشكل بتاعي علشان الريفولف ده يتحقق، محتاج الشكل بتاعي ده انه يكون مغلق الباوندري كده. وبعد كده تقدر تضيف المواد، مثلا وليكن مثلا هضيف له نفس الماده دي، جيب لي اخر حاجه بلاستيك، اقول له اوكي. بيقول لي هنا في البروبرتيز ان الكلام ده هي الانجل بتاعته اللي اللي هيلف عليها الخط اللي هو كان تحت اللي هو الازرق لو فاكرين. بيقول لي الشكل اللي انت عملته ده اي شكل، مثلا هيلف 360. هقول له فينش، بصوا كده ايه اللي حصل، اداني فينش اول مره علشان لو اقدر اضيف اي حاجة او افرغ الشكل ده بالشكل ده، علشان انا اخترت ان ارسمه على وش الحائط. طيب محتاج اعمل تعديل edit reveal، هقول له لا لف بس 180 درجة، واقول له finish فلف لي من جوه. طب انا عايزه يلف من بره، يعني معنى كده سالب 180. يبقى الامر الخاص بالريفولف اقدر اعمل بيه ابليك، لازم ابقى فاهم الامر وهنفذه ازاي. اقدر اعمل بيه حاجه زي كده ابليك لما هنيجي ننشئ فاميلي خاصه بالاناره، حاجه مثلا في كيتشرز وول، ينفع الامر ده يساعدنا. لو انا مش حابب انفذ الامر اقول له كانسل، اقول له اوكي رجع. طب انت كده حبيت تعمل الامر ولزقته على الحيط. لو انا حابب اعمل الامر ده في اي مكان وحابب اخليه راسي زي ما كان معمول، يعني كده محتاج تفهم الامر ده انه هيتعمل على ريفرنس بلان. وبالمره هنراجع الريفرنس بلان. فرضنا ان انا مثلا حابب اعمل ترابيزه بالشكل ده كانها مخروطه، واطبق برضو امر ريفولف في النص هنا مثلا، محتاج افهمه ان كاني هحط لوح ازاز او ريفرنس كانه كده، يعني هتفهموا قصدي. لما اروح الفلور، فلور بلان هنا مثلا، انا في مسقط افقي، الفيو بتاع المسقط الافقي، محتاج اقول له من اركتكشر اول حاجه اقول له اعمل لي ريفرنس بلان. لما اخترت الامر ده بيترسم عن طريق الخط. فرضنا مثلا هخلي الترابيزه بتاعتي دي في النص، والمحور اللي كان لونه ازرق هعمله هنا، عايز اخلي الريفولف بتاعي راسي، فاقوم عامل ريفرنس بلان كده. اللي انا عملته ده مش مجرد خط هيد اللاين مثلا، لكن دوت ريفرنس بلان. ريفرنس بلان كاني حطيت لوح ازاز، يبقى كده كانه شكله راسي. تمام كده، يعني لما ابص له من الثري دي كانه مربع كده مثلا. تمام كده. طب ايه فايدته؟ نرجع هنا تاني. لما اعمل سيلكت عليه حابب احط له اسم بس علشان ما توش، بيقول لي كليك تو نيم، اسميه اسد مثلا بس كده. ايه فايده الريفرنس ده؟ كانه زي ما قلنا لوح ازاز علشان اعمل عليه ريفولف، احط عليه الاكس بتاعي. وانا واقف هنا او واقف في الثري دي مش هيفرق، هو بيبان هنا بس اكتر لكن مش هيبان في الثري دي. هروح للامر تاني الكومبوننت عشان اروح الموديل ان بليس علشان اختار كيس وورك الحاله اللي تعجبني عشان انفذ امر ريفولف تاني، اقول له اوكي اوكي. فبيقول لي كرييت تاب، انت عاوز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل ريفولف. هقول له الريفولف. قبل ما اشتغل هو كده فاهم، لو قلت له شو كده هيشتغل على الارض، لا المره دي انا عايزه يشتغل على الريفرنس. طيب
هيفهم الكلام ده ازاي؟ هقول له سيت وهيفتح لي هنا الورك بلان اللي احنا عارفينها، لكن المرة دي مش هختار بيك، هدور في النيم دي على حاجة كده انا عملتها ريفرنس بلان اسد، عشان كده انا قلت لكم لازم تسموها بحاجة انت تبقى عارفها عشان ما تتوش. تمام كده؟ هختار الريفرنس بلان ده واقول له اوكي، هقول له يعني الورك بلان بتاعي، الشغل بتاعي او المكان اللي هشتغل عليه هو ده اللي حددته له، واقول له اوكي. فقال لي ما ينفعش تشتغل من هنا على اللي انت عملته ده، لانه ما بيبانش اتجاه زد في البلان، البلان فاهم اكس واي لكن مش شايف زد، وبالتالي محتاج انه يروح الواجهة دي او الواجهة دي او السكشن ده. جميل، هقول له روح السكشن اللي انا كنت عامله قبل كده، مش عايز اشتغل من الواجهات، هقول له روح السكشن او روح الثري دي. اخترت مثلا السكشن اللي انا عامله، انا عارف الفيوهات اللي في المشروع بتاعي، هقول له اوبن فيو واداني هنا ليه كده، هو جاهز. هتبدا تعمل الباوندري لاين ولا الاكس؟ من الطبيعي ان اعمل الاكس الاول، اقرب كده. مثلا انا واقف هنا، ده الخط بتاع الارض بتاعي التشطيب، هقوم عامل الخط بتاع الاكس كده، حتى هو ظهر اهو ان هو اكس بيأكد ايه؟ ارتفاعه مثلا. خلاص كده عملت الاكس. طيب محتاج اعمل الباوندري لاين، اخترت الباوندري، فتح لي الادوات اللي هرسم بيها. لازم ارسم شكل مغلق عشان يلف حوالين الاكس ده، واحنا فهمناه احنا هنشتغل فين وعايزين نعمل ايه. فرضنا ان هشتغل، هختار الخط مثلا، انا عاوز ترابيزه بارتفاع مثلا الكاونتر او الرخام دوت، ادوس هنا مثلا اي مقاسات كده، نفس السماكه كده مثلا، كده مثلا، اعمل الشكل اللي يعجبك. انا بس بشرح شيء تعليمي، مدوره شويه برضه، ده اللي بيتعمل بيه على فكره البرامج كده كده مثلا، وبرجع تاني امشي على الاكس وارجع اقفل الشكل بتاعي، بعمل اي حاجه يعني. بينها اللي انا عملته اهو، اكس عملته على الريفرنس اللي انا انشاته وحددته له لما جيت ابدا الامر، عملت شكل مغلق بالباوندري مثلا، حط الماتيريال اللي يعجبك وليكن اختارها مش خشب، ماشي دي مثلا اوكي. محتاج تروح تبص اهو هنا برضه فين الكلام ده، عملنا اكس على الريفرنس اللي يعتبر انشاناه كده، وقمنا عاملين شكل الباوندري بتاعنا وادينا له ماتيريال، نخلص الامر فينيش، ادي فينيش اولاني خلصه، علشان هو بيلف على 360، لو قلت له 180 بقت النص، لو قلت سالب 180 انت بتلعب بالامر كده مثلا، حابب يبقى زي ما هو 360 مفيش مشاكل، خلصت الفينيش الاولاني. حابب تضيف اللي انت عاوزه، تعمل تفريغ اي حاجة انت حابب تضيفها، تضيف مع الموديل ده حاجة تانية براحتك، بتعمل سيلكت وبترجع كرييت وتضيف اللي انت عاوزه وتحدد له الريفرنس بلان او الورك بلان فين، لكن انا خلاص خلصت امري فينيش، خلص الامر. ايه اللي انا عملته ده؟ عملت اي حاجة كده بالامر ده؟ ممكن اعمل ترابيزة تشكيل اللي يعجبني، اقعد اتفنن، اديت لها الماتيريال، لو بصيت عليها رياليستيك كده مثلا اهي، والماتيريال بتاعتي ظهرت. طيب اخر حاجة محتاج افهم بقى دلوقتي، انا ما اقدرش احرك ده، لو جيت اشده كده لا اقدر احركه الاتجاه ده والاتجاه ده، اكس او سالب اكس. طب ليه مش هيتحرك؟ علشان انا ربطه بالريفرنس ده. خلينا نجرب كده شوية حاجات، لو انا مسحت الريفرنس اقدر ايه احركه. لما يكون مربوط بالريفرنس كده وانت مش قادر تحركه، بص هنا باين ان هو مش هيقدر يتحرك لتحت عشان مربوط بالريفرنس، اما انك تمسح الريفرنس تمام، او انك وانت بتعمل تعديل اديت اعمل سيلكت، شايفين العلامة دي لازم تفكها تمام. بس انا كنت بس حابب اكد لكم الكلام دوت. خلاص انت الريفرنس كنت عامله بس يساعدك عشان تنشئ الشيء ده في الاتجاه ده وانه يكون شكله كده. بكده نكون خلصنا اوامر الموديل ان بليس، عرفنا الاكستروجن وطبقناه هنا في الوحده دي، هنعمل تعديل دلوقتي
عشان نكمل شغلنا بقى كورشة. احنا عملنا الورشة دي مخصوص عشان نطبق عليها اوامر الموديل امبليز، عرفنا الاكستروجن بعد ما اضفنا الفاميليز دي، عرفنا امر البليند عملنا بيه البلاطات دي. تقدر البلاطات دي انك تعملها اما انها تكون خشب تنحتها عن طريق حاجة اسمها الأويمة، الصناعية والمقاولين عارفين الكلام ده أويمة، أو إنك تعملها بلاطات جبسية وتلزقها. دي فكرة جديدة ممكن تنفع الناس. لو حابب تغير الماتيريال بتاعتها محتاج تعمل سيلكت عليها، تقول له edit in place، يقول لك أنت عاوز تعمل إيه، سيلكت على ده. حابب أغير المادة بتاعته، أنا كنت أنشأت مادة هنا، أنا فاكر المادة 10 دي مادة أنا أنشأتها مثلا. أوكي، بقت بالشكل ده. انك تصنع مادة بطريقة زي دي عشان تحصل على رندر كويس، انك تراعي المابس او البامب تحس ان هي خشنة شوية، ممكن تتعمل بالخشب بالطريقة دي او تتعمل بالجبس، وبعد كده تاخد دهانات تبقى شكلها كويس. اثناء الاجازة عملت شوية تعديلات في الماتيريالز، وهوريها لحضراتكم ازاي تخلي الماتيريال كويسة، تديها بامب تحس ان هي حقيقية عشان لما تيجي تعمل رندر بص للارض. محتاج انك تفهم الجزئية بتاعت الماتيريال دي كويس لو هتتعامل مع الصور. انا مثلا خليت الغامق ده اديته بامب بالشكل ده، غيرت الموزايك، غيرت السيراميك اللي فوق، هو هو بس اديته لحامات مثلا بالشكل ده، هتفهموا الكلام ده كويس. احنا يعتبر خلصنا الموديل ان بليس التطبيق العملي عليه، محتاجين بقى دلوقتي ايه، نخلي الشط بتاعنا ونكمل الورشة بتاعتنا دي عشان تبقى شكلها كويس. اول حاجة محتاجين الوحدات دي نعمل لها مثلا ازاز قلاب، هنا مثلا نعمل درجين كبار ونحط مقابض، محتاجين هنا مثلا لما نعمل دي ازاز نحط هنا زرع صناعي، ممكن هنا نحط طبق فاكهة، نحط شوية حاجات ادوات سكاكين، محتاجين نعمل حاجة مميزة هنا نحط صورة فاكهة مثلا، ونطبق أمر اللي اتعلمناه اللي هو السويب، نعمل إطار يعني ونحط ازاي صورة، فرصة ان هنتعلم ازاي نعمل صورة، وبعد كده هنضيف جزيرة هتبقى خاصة بالطعام الفطار مثلا. لو هيبقى الأوفيس ده ينفع لمكتب أو شركة أو استوديو صغير، محتاج طعام هنا، تعمل جزيرة أو تحط ترابيزة. أفكار كتيرة ما بتخلصش، فخلونا نكمل بقى ايه ورشتنا. هنبدأ بالحائط ده والسقف ده نعدل فيه علشان وقت الفيديو، وهتبقى الفيديوهات على طول مع بعض ونكمل. وهنعمل شوت ريندر، والناس اللي سألتني على الإضاءة هنفهمها كويس. خليني أروح الفلور، رحت السقف سيلينج بلان، فرحت الفلور، محتاج أعمل تعديلات في السقف ده، مش عاجبني وهو فلاتة كده، محتاج أخليه مميز شوية مع الكورنيشة. اعمل سيلكت عليه. لو فاكرين انا عملته بالموديل ان بليس وعملت اكستروجن على هيئه سيلينج علشان يقدر يستقبل الاناره اللي انا اضيفها عليه، وانا عامل سيلكت عليه اقول له اديت ان بليس، اعمل عليه سيلكت تاني اقول له انا عاوز اعمل الاديت في الاكستروجن ده، محتاج اعمل بلاطات مفرغه مش عاوز اعملها فلاته كده. علشان اعمل الكلام ده فتح لي الكونتكست ريبون السياق عشان انفذ اللي انا عاوزه، هعمل خط عمل من النص كأنه أكس ليا، ومحتاج أجيب المستطيل كده وأرسم مستطيل مثلا كده عشوائي، أخرج من الأمر. هستخدم التمبرلي دايمنشن عشان أظبط اللي أنا عاوز أعمله. لو أنا عملت سيلكت هنا هيديني مقاس مؤقت، أقول له أنا عاوز ده 20 وعاوز دوت 20 وعاوز من هنا برضو 20، يبقى أنا كده ظبطت التلات حاجات دي. محتاج اخلي البعد دوت ده الثابت، اعمل سيلكت على المتحرك واقول له انا عاوز ده 40، فده ثابت وده اتحرك 40، خليه 50. اوكي طيب، حابب اعمل واحد زي ده الناحية التانية والجزئية دي زي بعض، وانا عامل سيلكت اقول له ميرور من هنا، محتاج الميد بوينت دوست عليها وسحبت لبره ودوست تاني فنقل الشكل ده الناحية التانية. محتاج اعمل خط مساعد في النص كده مثلا، ومحتاج اعمل سيلكت على الاربعة دول واقول له كوبي، حافظ لي على الكونسترينت، خد لي من الميد بوينت ده لحد هنا واخرج من الامر.
خطوط العمل لو مش عاوزها امسحها، الاكس ده ممكن يفيدني، لا مش عاوزه، محتاج اعمل كمان اتنين في الوسط هنا، محتاج اقول له اعمل لي كده مثلا وكده مثلا، دي خطوط مساعدة هشيلها، اعمل سيلكت كده اقول له كوبي من الميل بوينت لحد ده، اعمل سيلكت على دول، اعمل ديليت، اخد دول سيلكت واقول له خدهم لي ميرور من هنا كده، وبالتالي عملت 4 فتحات او كاني فرغت في الفلاتة كده مثلا، بما ان ده الباوندري ودولت مقفولين مع بعض، فكده انا فرغت المقاسات دولت 51 50 تقريبا زي بعض، لما تبص كده لازم تحافظ على الشكل المعماري بما انك مهندس معماري، علشان الراجل اللي هينفذ لك الكلام ده محتاج المقاسات دي، محتاج تقول له ان دي مفرغة بالشكل ده مثلا، عرضها 50 طولها كده، انا في الاخر بديله مقاس ينفذه لي، هقول له انا عاوز سيب لي 20 حوالين داير، احنا مش بننفذ احنا بس بنرسم. بعد ما خلصت الشكل كده مش حابب اعمل اي حاجة تاني، اقول له فينيش فينيش تاني، وخليني اروح هنا اشوف ايه اللي عمله. هو ده اللي انا عملته، فرغت الكلام ده، هيبقى كده افضل احط فيه دلايات او سبوتات في الغاطس، لان انا عامل سقف اساسي. طيب محتاج اعمل ايه تاني؟ خلينا من دي خلاص خلصنا منها، خلينا الحائط ده نشتغل عليه، نروح الفلور، محتاج زي ما عملت سيكشن زي ده، السيكشن ده بيفيدني وبيساعدني هنا كتير، ممكن ارجعه كده واقول له مستوى الرؤية بتاعه ممتد كده، محتاج اعمل زيه، اعمل سيلكت عليه بطريقة سريعة، كرييت سيميلر، اجي كده مثلا عشان يشوف لي الحائط ده. بعد ما عملته ببص هنا بلاقيه نزل اهو سيكشن 2، اعمل سيلكت عليه بيوديني المكان ده، محتاج ابص على الحائط ده فعلا، ولو انا مش عاوز اشوف السيكشن التاني ده اعمل سيلكت عليه واطلع هنا اقول له هايد element، اخفي الشيء ده. بعد كده هنوري الناس حاجات كده هتفيد ازاي تخرج سيكشن يبقى شكله حلو وتظهر فيه تفاصيل اكتر. هو هنا تبص له كده تحس انه مش واضح قوي، لكن ده مش موضوعنا، انا عايز استخدم الحائط ده ان انا اعمل حاجة عليها، اقول له فاين كولر مثلا، العلامة دي الخاصة بغسالة الاطباق لما بتيجي تفتح بما اني عملت سيكشن فيها. محتاج اشتغل على الحائط ده، اعمل برواز عشان احط فيه صورة، وهنتعلم امر جديد وننهي بيه الفيديو بتاعنا. علشان اعمل برواز على الحائط ده، اما اني اعمل فاميلي واجيبها واحطها، او هستخدم اوامر الموديل امبليز ما دام انا هشتغلها حاجة بسيطة. الفرق انك تعمل شيء بالموديل امبليز انك هتعمله في المشروع ومش هتقدر تخرجه من المشروع، ولو عملتها فاميلي هتقدر تستخدمها في مشروع تاني. انا عايز ارسم على الحائط ده برواز، طيب محتاج اروح الاركتكشر تاب، كومبوننت، موديل امبليس، كيس وورك او جينيريك مش هتفرق طالما اني مش عايز فيها نور، اوكي بيقول لي الكيس وورك بتاعك اسمه، محتاج تفهمه كرييت انك عايز تعمل برواز على وش الحائط ده، هتختار امر سويب وهتيجي هنا تقول له ايه بقى، سيت بيك ا بلان، اوكي انت عايز تبك على البلان، كل ما تقرب على اي ايدج مش هتعرف. طيب هتروح على الحرف ده هيظهر لك الهايلايت اللي بالازرق ده، وتدوس تاب هيقعد يتغير، تدوس تاب لحد ما جاب لك وش الحائط اهو، تقول له هو ده اللي انا عاوزه، امسكه، راح رجعني هنا وقال لي اشتغل اللي انت عاوزه، خش السكتش وارسم كده، هو فين، عملت مثلا الشكل ده، حابب اروح ابص على 3D عشان افهم انا هعمل ايه، هو ده اللي انا عملته، ده الباث بتاعي، وادي القطاع او البروفايل، هو كده فهم اللي انا عاوزه. صعبة ولا نعيدها تاني؟ تالي سهل. طيب خلينا نلغي الامر ونعيدها تاني، محتاج اقول له هنا ايدي اهو، انا واقف في سيكشن عايز اعمل هنا برواز هحط فيه صورة، تمام كده، هروح اركتكشر تاب، موديل امبليس، موديل امبليس، كيس وورك، اوكي اوكي كرييت، انا عاوز اعمل ايه، سويب، فبيقول لي هتعمل الكلام ده، هقول له السكتش باث بتاعي، المره اللي فاتت استخدمت دي، لكن المره دي هقول له سكتش باث، هقول له بيك ا بلان، اوكي
فانا عاوز امسك وش الحائط ده او ابك على وش الحائط ده، مش عارف. قلت لكم الزرار السحري اللي اسمه تاب، بقف هنا على الايدج واقعد ادوس تاب، فجاب لي كل الحائط. ادوس تاب تاني جاب لي الوش اللي انا عاوزه. ادوس بالماوس بقى جاهز. اطلع اختار المستطيل مثلا، هعمل مستطيل عشوائي، اروح الثري دي اتاكد ففهم اللي انا عاوزه، ادي الباث بتاعي مستطيلي، واعمل البروفايل شكل البرواز. تمام كده، لو خلينا ده مثلا اهو كده فهم. طيب محتاج ارجع السكشن اظبط ابعاد بتاعتي او اخلي اللوحه بتاعتي دي في تناسق. هعمل سيلكت هنا هيديني مقاس مؤقت هنا، هقول له المقاس دوت يا سيدي خليه 170، وهقول له من هنا اداني برضو مقاس مؤقت هقول له 170. تمام كده، ولا نخليها، هحترم حاجة معينة، المسافة دي قد المسافة دي، خليها 150 عشان الصورة تبقى طويلة شوية. 150 ماشي كده، كده انا ظبطت هنا 150 150. طيب من فوق وتحت هختار هنا، انا عاوز ارتفاعها من الارض على 160 ماشي. محتاج ارتفاعها ذات نفسها كام؟ اعمل سيلكت هنا، وده اللي هيتحرك، ده الثابت وده اللي هيتحرك. عاوزها 90 ماشي. خلاص اكتفيت كده، كده انا ظبطت الباث. لو رجعت 3 دي هقول له فينيش، كده هو فنش الباث، الباث خلص. طيب محتاج اعمل ايه؟ بروفايل شكل البرواز اللي انا عاوزه. طيب يعني معنى اعمل سيلكت بروفايل، ادي ده تاني تطبيق على ايه؟ السويب. سيلكت بروفايل، اديت بروفايل، عايز ابص عليها منين؟ من هنا كده، من هنا عشان اعمل البرواز بتاعي بطريقه كويسه. ابص عليها من هنا عشان ابقى واقف في المكان الصح، واجي ارسم البرواز بتاعي مثلا عامل كده مثلا اهو، طالع مثلا علامة 0.5 سم، انتر، بعد كده 2 سم مثلا، عايز اعمل فيه كيرف مثلا على بعد 2 تقوس ماشي، بعد كده خط مستقيم علامة 0.2 انتر، وارجع كده واقفل كده واخرج من الامر. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته بروفايل بالشكل دوت، عملت باث رسمناه في الاول، وبعد كده عملت بروفايل بالشكل ده. البروفايل او القطاع ده هيلف على الباث، هينشئ لي البرواز، اديله الماتيريال، واقف على البلاستيك ماشي مفيش اي مشاكل، او ممكن اعمله الخشب ساش ماشي. اوكي يبقى خشب شكله افضل. اوكي خلصت البروفايل، اوكي خلص لي البرواز كله. انا عملته بطريقه الموديل ان بليس عن طريق السويب، ممكن انت تعمله بره فاميلي وتجيبه تلزقه، وهنبقى نفهمه في الدروس الجايه. هقول له فينيش، انا خلصته، محتاجين نشوفه. شكله كويس طبيعي، الخشب هيبقى شكله حلو. طيب محتاجين نرجعها تاني. اخر امر علشان ننهي الفيديو بتاعنا، ازاي تحط صوره جوه الكلام ده. محتاج ترجع للسيكشن وتبص عليها من الامام. أول مرة هنستخدم أمر جديد كنا مخلينه للفيديوهات المميزة، لما تحب تضيف صورة، تحب تعمل برواز زي ده، عندك أمر الديكال، اللصائق أو الملصقات، حاجة زي كده. انسرت، بتخش انسرت تاب مثلا كده، خليني أروح أشوف الصورة بتاعتي فين، هرجع هروح الملف بتاعي، بتبقى حضرتك منزل صورة اللي تعجبك من الإنترنت. أنا جهزت صورة حلوة ان شاء الله تبقى كويسة. داتا ايمج، صورة عادية جدا نزلتها من الانترنت، دخلت قلت طبق فاكهة في جوجل فاداني حاجة زي كده. اهم حاجة تكون خلفيتها بيضة ومفيهاش كتابة كده، مثلا زي دي مثلا، اختار دي مثلا. خلاص كده نزلتها وحفظتها في مكان وكل الكلام ده. محتاج اخد بس الباث ده، المسار اللي فيه الصورة دي، كنترول سي، واقوم منزلها كده وراجع البرنامج بتاعي. لما فتحت انسرت تاب، في هنا حاجة اسمها الديكال، اللصائق على المجسمات مثلا. لما بختار الامر بليس ديكال، عملت سيلكت عليه، بيقول لي الديكال تايبس،
فاضيه كده ما فيهاش اي حاجه، وبلاقي حاجه هنا تحت اسمها كرييت نيو ديكال. عملت سيلكت عليها، بيقول لي نيو، بقول له اوكي، فحولني في الجزء اللي على اليمين ده في السيتنج بتاعه الاعدادات او الضبط. محتاجين بيقول لي السورس فين اللي انت حابب تدخله الصوره يعني، فهلاقي هنا براوزر ادوس عليه بينقلني في مكان ما. انا عايز اقول له يروح لمكان الصوره، عشان كده خدت الباس كوبي ولزقته هنا وقلت اوبن، وصلني ليه على طول. محتاج اخد الصوره دي او الصوره دي مثلا واقول له اوبن، بيعمل لها ادخال في برنامج الريفت، دخلت بالشكل ده. الفينش ساعة الرندر هاي جلوس ماشي، واقول له اوكي. طيب فين الصورة؟ سيلكت، هي دي الصورة. بعد ما دخلتها الصورة بقت بالمربع او المستطيل بالشكل ده. محتاج اظبطها على البرواز ده من الداخل مثلا. بيقول لي ان هي لوك ومقاساتها دي، لو جيت تشد كده مثلا بتكبر بنسبة الطول الى العرض، ده منطقي. اعمل سيلكت مثلا، اخليها الاين، محاذاة من هنا ومحاذاة من هنا مثلا، واعمل سيلكت عليها واصغرها شوية ماشي. لكن كده انا مش قادر اخليها بالطول ده والارتفاع ده، او بالعرض ده والارتفاع ده. محتاج اعمل سيلكت عليها وافتح اللوك ده من هنا او من هنا اهو، تفتحه وتشدها لغاية هتيجي هنا مثلا، زوم ان وتقوم ظابطها كده مثلا وكده. خلاص فين الصورة؟ مفيش صورة، لكن لازم تخليها رياليستيك علشان تظهر لحضرتك. محتاج تروح تبص عليها في 3D، نفس الحكاية بالشكل ده. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، أتمنى أن يكون أفاد الناس. عرفنا بأمر الديكال إزاي نحط لصائق أو نعمل برواز. الصورة دي كويسة جدا مع المطبخ. خلصنا أوامر الموديل إمبليس. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.